توفيق العبيدي، مازال عندي فقرتين باش نعملهم معاك وبعد نختموا الحصه نتاعنا اليوم. البدايه مع لوكويز. لوكويز مجموعه من الاسئله استوفيت، جاوبني بسرعه ما غير باش تفكير. لا 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 ما عنديش. شكون تعتبر اليوم افضل مقدم برامج تونسي في كل شيء؟ في سبور، في سبور، في الرياضه. والله ما كنتش عليك، ما نعتبرش تما واحد مقدم زعما فما حتى واحد الافضل. لا افضل ديما قلت لك الافضل كلهم خايبين. لا لا نقول لا مخايبين حتى شيء، لا افضل لا الاسوء. ما كنتش تجاوبني. لا ما فماش، ما فماش واحد كي راه انا نقول خارج تونس به التوانسة، خارج تونس اللي يخدموا البر مقدمين البرا. والله تم بون، تم الخلسي باغ اكزومبل، هشام الخلسي احسن معلق في تونس توا في الداخل. ما نكذبش عليك كيما قلت لك احسن من حتى واحد. لا لا حتى واحد ما نقولش. احسن معلق يخدم خارج تونس. كيف تونس. كيف 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 شكون تعتبر احسن لاعب تونسي اليوم؟ والله هما برشا بصراحه، زعما ما نجمش تقول لي قاعد نختار توا شكون ترى واحد اللي دبلوماسي برشا استوفي. لا 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 بالحق ولا خاطر قاعد تجاوب فيها. لا برشا برشا، خاطر توا نعطيك مثال بسيط. كان قبل مثلا انا يعجبني المساكني. المساكني توا ما عادش كيما اليوم. نحكي اليوم في الفورمه الحاليه اليوم. انا اليوم مثلا نعطيك مثال بسيط اللي عجبني، اللي طالع بالكدا وعجبني بالكدا، هو محمد علي بن رمضان. افضل لاعب في تاريخ تونس بدون ادنى شك ومباشرة هو نور الدين ديور. ماذا بيه إجابة الكل جاوبنا عليهم هكا. لاعب في بطولة تونس شوفوا قادر ينجح في اوروبا. فور اكزومبل كيما حكيت لك هذايا برمضان، عندك زاد اسمه شهاب العبيدي اللي بتاع النادي الافريقي. حقيقة هذاك عنده مستقبل كبير برشا، فهمتني؟ تحس البرسوناليتي نتاعو يعني، فهمتني؟ شكون اقرب لاعب ليك؟ والله كلهم. فماش لاعب معين قريب لك كان؟ لا والله انا ناخذ، ما نكذبش عليك، انا ماخذ ديستونس نتاعي من الجمعيات الرياضيه الكل. مسؤول كيف كيف، فهمتني؟ انا قبل اللي نعرفه قبل مثلا نعرف جنيح، نعرف شيبوب، نعرف تو حمدي المدب. اقرب اعلامي ليك؟ اقرب اعلامي اللي بقى ولحد الان تو هو رضا العودي. افضل مدرب تونسي؟ فوزي البنزرتي. افضل مدرب في تاريخ تونس؟ هو لا بطبيعه الحال مباشره عبد المجيد شتالي يعني. باهي، كانت هذه لوكويز توفيق.